حاليا احنا موجودين في محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية اللي يعتبر جزء من مركز سيادة الرئيس محمود عباس الوطني لأبحاث وإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة. حقيقة هذا المشروع جزء من سلسلة المشاريع احنا بنشتغل في قطاع الطاقة. رح يكون عندنا عدة مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية. المشروع الأول مثل ما انتم شايفين إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية. رح يكون عندنا كمان إنتاج الطاقة من طاقة الرياح. عندنا دراسات في هذا الموضوع وحاليا في مرحلة إعداد التصاميم لبدء التنفيذ. كمان رح يكون عندنا حل لمشكلة النفايات. جميع مناطقنا بتعاني من مشكلة النفايات. رح يكون عندنا مشاريع لإنتاج طاقة الكهربائية من النفايات بالإضافة لغاز الميثان. رح يكون عندنا محطات لإنتاج الكهرباء بعيد عن الإسرائيليين. جميع هيئاتنا المحلية تأخذ الكهرباء من الإسرائيليين. أكيد هذا له علاقة بالسيادة والاستقلال. حاليا مشروعنا بغطي 30% من احتياج منطقة يعبد. احنا الهدف من المشروع كمان انه نوفر قدرات كهربائيه بعيدا عن احتياج السكان، نغطي شيء صناعي، واحنا بطور انشاء منطقه صناعيه، وبالتالي احنا مطلوب منا نوفر القدره الكهربائيه حتى نلبي احتياج هاي المنطقه. كثير من البلديات زارونا واطلعوا على هذا النموذج الناجح، واحنا يعني بصراحه كنا كثير مبسوطين انه حدا اجى يستفيد من هاي الخبره، واحنا معنيين تتعمم هاي الخبره، وبناشد حكومتنا انه تعمم هذا النموذج الناجح في اداره قطاع الكهرباء. اكيد راح يكون في عندنا العديد من المشاريع الاخرى اللي لها علاقه في قطاع الكهرباء، مثل انشاء مصانع للمحولات وصيانتها، مصانع لتجميع اللوحات. بما انه احنا بنحكي عن مشاريع طاقه شمسيه، يعني اكيد لازم يكون عندنا مصانع لتجميع اللوحات الشمسيه. هذا المشروع مشروع وطني بامتياز، مشروع نظيف بحافظ على البيئه، مشروع استقلال وسيادي، اكيد بحقق ايراد مالي للهيئات والمجالس المحليه للنهوض في الخدمات اللي تقدمها للمواطنين، واكيد بما ينعكس بتقديم خدمه افضل وتكاليف اقل للمواطن. حاليا لحد هذه اللحظه جميع تمويل هذا المشروع تمويل ذاتي. نامل من سياده الرئيس محمود عباس ابو مازن ومعالي رئيس الحكومه الدكتور رامي الحمد الله انه مد يد العون ليعبد ولمنطقه يعبد.